يبقى الإنسان ده مش ما يفكر إزاي ابنه أحسن أو البنت أحسن، يفكر هو عمل إيه، يفكر إن ساب ابنه لمين، ساب بنته لمين، سبت ابنك لمين، مين اللي يربي ابنه، مين اللي يربي بنته، الطريق الأصدقاء السوء مين اللي بيربيهم، طالما ما بتربيهمش ولا هم بتربي يبقى الطريق اللي هيربيهم. طالما انت مش واخد بالك منهم يبقى المسؤوليات واختلاف الفرد هو اللي هيحتاج ولادك وهم اللي هيعيشوا معاك. طالما انت ما بتسالش ابنك اللي بيروح فين ويجي فين ومالكش فكره عن بنتك بتعمل ايه، يبقى ما بتسالش بكره بعده الا اللي بيبنيه كتير واللي بيبنيه ما تحترمش بسببه ان انت اللي راحته بيبنيه. الزرعه اللي انت عملتها دي الحنظل دي هتاخد شوكتك انت. ولذلك احنا بنقول لو ربنا عايزها تربيع حقنا لما نكبر هنلاقي عيالنا يشيلونا على طول الراحه، هتلاقي ابنك يخاف عليك من الهوى، هتلاقي بنتك تبكي عليك بدمع العين لما تشوف فيك الم. انما ابنك لما يلاقيك بالطريقه دي هيتمنى موتك. ما تقدرش تقول لي ابنك بطل السجاير وانت بتشربها، ما تقدرش تقول انت ما تشوفش البيت ده وانت بتشوف، ما تقدرش تقول لبنتك ما تطلعش بنفس ده شاف امها طالعه بنت نايم في الدنيا ابدا. ما تقدرش تقول لبنتك ما تاكليش كذا وكذا بتاكل الحرام، اكل لحم النبته من شح فالنار اولى به، واكلتهم حرام وعجزتهم فحرام ولبسنا لبسناهم حرام وخدعناهم في الحرام. عايزين ايه منهم؟ عايزين ايه تاني؟ ننقي نفسنا بس، نبص على نفسنا شوية، نبص مع الجرائم اللي ارتكبناها مع عيالنا وبلدنا شوية، نشوف كانت دي عاقلين عيالنا شوية، يا ما وكلنا حرام وشربنا ولبسنا ونعيمنا الحرام، كفاية بقى نوسخ، ايه نوسخ يا اخي؟ كفاية ظلم. ظلمت اخواتك بسبب عيالك، ظلمت جيرانك بسبب بناتك، ظلمت ابوك وامك واهلك بسبب عيالك ومراتك، ظلمت الدنيا كلها بسبب عيالك، واول من هيكره في الدنيا هم عيالك، لانهم هيكره عليك الناس كلها مهانه. لما البنت ترجع تلاقي نفسها امها وكرهها ابوها هتحبهم ليه؟ لما البنت تطلع تلاقي ستها وستها كارهين ابوهم وامه ما حبوا بتاع خير. لما البنت تطلع تلاقي معاها الدنيا كلها مش فايده امها هتعمل ايه؟ انا ارجع نرجع لربنا، ما فيش احسن ان احنا نرجع لكتاب ربنا، ان احنا نضم عيالنا بصبر المتان، ان احنا نسال على بنات الليل والنهار، نشوف عيالنا بيعملوا ايه، بلدنا بيعملوا ايه، مين الاصدقاء اللي شفتهم؟ يا ترى صديقات كويسين ولا لا؟ يا ترى انا نفرت مع ابن ولا لا؟ نفرت مع بنت ولا لا؟ يا ترى حفظت كلام ربنا ولا لا؟ يا ترى امرتهم بالصلاه والصوم والزكاه والعداله والصدقه والخوف على الناس والجيران والاهل واحترام الكبير والعطف على الصغير ولا لا؟ اشوف انا غلطت في ولادي ايه؟ الام تشوف غلطت في بنتها ايه؟ عشان بكره ابوك بنت بكره بنت بحر لما تكبر تيجي تتجوز تعرف تتعامل مع الزوج، يبقى لها عرفت تتعامل معاهم. ازاي الاب يعامل ابنه اللي بكره بعد الزواج ومعاه عروسه ومعاه زوجه ومعاه حلال؟ ازاي ابني يربي ولاده تربيه كويسه؟ ازاي اعرف في ابني حب بلدي، حب جيشي، شعبي، حب وطني؟ ازاي اخلي بنت تطلع بكره وبعد تبني وطنها وجيشها وشرطتها وشعبها بروحها؟ ازاي هذا المسلم بحب الناس؟ ازاي؟ لما ابنك النهارده يطلع يبقى في الجيش والشرطه منين؟ منين من جنس انا ابوه؟ ان امه ما ربطتش انها ما تربطش. لان الواد ما تربطش ان ابوه ما تربطش. لان سيده ما ربطش ابوه. طلع الواد النهارده يضرب في الجيش وشرطته وخده في بلده. طلع في البنت الساعه 7 الصبح والفجر. تطلع الطريق منين؟ منين؟
ابوك ليه؟ طلع يا عقل الناس ليه؟ طلع يا فتن زمان قرن وزرق وعقل ليه؟ لانك ما ربيتش ابنك على طاعة ربنا، لانك ما عرفتش بنتك ان انت اميرة بيتك.